تمكنت مصالحنا بالفرقة الثانية لشرطة الحدود الجوية مطار هواري بمدينة دولي نهاية الأسبوع المنقضي من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي بالعملة الصعبة، مع توقيف شخصين متورطين في العملية كان يتأهبان للسفر على متن الرحلة الجوية الجزائرية المتوجهة إلى مطار دبي. فطنة عناصر الشرطة سمحت بحجز مبلغ مالي إجمالي قدر ب 118,500 أورو. بعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة.